حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. مع حلول شهر رمضان المبارك شهدت الأسواق العراقية ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، حيث شمل الارتفاع مختلف السلع والمواد التموينية ولا سيما الأساسية منها، وما تزال الأسواق عرضة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل انخفاض قيمة الدينار، حيث يفوق السعر الموازي السعر الرسمي بأكثر من 20,000 دينار لكل 100 دولار، وهو فارق كبير يلقي بظلال سلبية واسعة على الأسعار وحركة الأسواق ومتطلبات العراقيين خلال شهر الصوم. طالب النائب السابق غالب محمد بربط رواتب الموظفين في كردستان العراق مع حكومة بغداد بشكل مباشر، وأشار النائب محمد إلى أن التأخير في صرف الرواتب سيستمر حتى وإن حصل اتفاق بخصوص الموازنة المالية، داعيا لربط رواتب الموظفين بحكومة بغداد. وكان مجلس الوزراء في حكومة بغداد قد وافق على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، والتي تبلغ فيها حصة كردستان العراق أكثر من 12%. أكدت لجنة النفط النيابية أن تلكؤ وزارة النفط والتوجيهات المعتمدة من قبل الوزير السابق حالت دون عدم إعلان مصفى القيارة فرصة استثمارية لتحسين ورفع مستوى الإنتاج من هذا المصفر. وقالت اللجنة إنها تتابع وتقيم العقد المبرم بين شركة نفط الشمال وشركة الناقلات بخصوص نقل منتوج نفط القيارة الذي يعد ثقيلا وغنيا بنسبة الكبريت العالية، لافتة إلى أن هناك إصرارا من اللجنة ليكون هناك مصفا قريب من الحقل أو داخل حقل القيارة من أجل تصريف الكميات الموجودة للحقل. أعلنت لجنة النفط والغاز النيابية أن 6 شركات تقدمت بشكاوى حول 587 طنا من النفط الأسود المصدر لتلوثها بمادة الكلوريدات. أدى وأكد نائب رئيس اللجنة نهرو روانزي أن 587 طنا من النفط الأسود تم بيعها إلى 6 شركات تقدمت بشكوى حول جودته، في حين يبلغ مجموع النفط الملوث 800 طنا، حيث اشتكت الشركات التي قامت بشرائه من جودته. وكانت لجنة النفط والغاز النيابية قد خاطبت في آذار 2023 وزارة النفط بشأن موضوع التلوث لأنه يضر بسمعة الشركة، إلا أن جواب الوزارة على اللجنة كان ضعيفا ويفتقد للمصداقية. تراجعت أسعار النفط مواصلة خسائر اليوم السابق بفعل مخاوف من تخمة محتملة في المعروض، بعد تأكيد وزارة الطاقة الأمريكية أن إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي قد تستغرق أعواماً. وما زال الخامان في سبيل تسجيل مكاسب أسبوعية تتراوح بين 3% و4% ليتعافيا من أكبر انخفاض أسبوعي خلال شهور في الأسبوع الماضي، وذلك بسبب أزمة القطاع المصرفي ومخاوف من ركود محتمل. وكشفت وزارة الطاقة الأمريكية أنه سيكون من الصعب الاستفادة من أسعار النفط المخفضة خلال هذا العام. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
والموجز الاقتصادي بأمان الله.